سيداتي نساتي سادتي، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق من ملعب ستانفورد بريدج، ونسعد من صحبتكم اليوم في متابعة أحداث الديربي اللندني الكبير بين تشيلسي المستضيف وضيفه أرسنال. مباراة ننتظرها، مباراة بين فريقين عريقين شهدا الكثير من التنافس عبر التاريخ، مباراة خارج كل التوقعات وسط أجواء رائعة وحماس منقطع النظير. ولاطع تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم، في حراسة المرمى يتواجد كيبا، كوكوريلا سيلعب إلى جانب ريس جيمس في مركزي الظهير، كابتن سيبدأ مع جورجينيو في قلب المنتصف، وفي المقدمة ستيرلينغ سيبدأ مع إيريك أوباميانغ. تشكيلة الجانرز اللي يبدأ فيها أرسنال اليوم، واليوم يلعبون بخطة 4-5-1 الهجومية. اللندنية دائما ما يقترب كثيرا من تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا، لكن دائما ما كان يعاني في الابدال الاخيره وتضييع البطوله. في 2012 نجح اخيرا، نتذكر ذلك الجيل، نتذكر دروغبا، نتذكر الفريق اللندني الذي توج بلقب المسابقه. هافرتز تدخل وكرة تبعد. اوهو حلوة خطرة، كرة بتنقطع لكن ما زالت خطيرة، كرة بتتصوب، يعترض الكرة بدون مشاكل. تلعب في عمق ال 18، جرانيت جاكا يتقدم بالكرة للهجوم. إذا ما تكلمنا عن قيمة إمكانيات اللاعب رحيم ستيرلينغ في هذه المباراة، تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. ناجح هنا لهذه اللقطة، أوباميانغ، رحيم ستيرلينغ، عرضية من رحيم، تدخل ناجح، قطع الكرة في هذه اللحظات. ماونت، تشيلسي يهاجم الآن، يستعيد الكرة بدون خطأ وبشكل ممتاز يتدخل. هنا مع مارتينيلي، استعادة للكرة في الثلث الأمامي، تستمر الخطورة. تدخل قوي، جرانيت تشاكا وصلت عند أوديغارد، كانتي يقطع الطريق لكي تمر إلى المرمى، عليك تجاوز كانتي أولا.
مارتينلي، كرة تصل لجابرييل جيسوس، ضغط متقدم على الخصم، جرانيك تشاكا، كرة بنية سليمة من اللاعب تشاكا، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت، كان ممكن تكون هدف في اللحظة الماضية. كانتي، تياغو سيلفا، جورجينيو، كرة مع فوفانا، أوباميانغ، رحيم ستيرلينغ، رائع الضغط العالي، هل تستغل في هذه اللحظات؟ جابرييل جيسوس، تصل إلى ساكا، ملعوبة إلى جيسوس، أرسنال ليتناقل الكرة بشكل جيد، بلوك بدون مشاكل، فرصة لأرسنال للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. ساكا في تنفيذ الركنية، رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة، حب انه يلعب له كرة لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. ضغط جيد، ممكن ان تصبح خطيرة على المرمى. أرسنال يفقد الكرة، أوباميانغ بيضرب فيها الدفاع بكرة بينية، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك، شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. جرانيك تشاكا، أوديغارد، هنا مع مارتينيلي، فرصة تصل لأوديغارد في الوقت المناسب، جاء لإبعاد الخطر، ركنية ينفذها مارتينيلي، خطورة ما زالت مستمرة بعد إبعاد سيء، نزول لافتكاك الكرة في منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسب شيء في اللقطة الماضية. هافرتز، رحيم ستيرلينغ، أوباميانغ، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة، أخيراً تأتي أول فرصة ومعها ترتفع أصوات هذه الجماهير لدعم الفريق للتقدم. ضربة زاوية تنفذ من رحيم ستيرلينغ، كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان، دفاع ككتلة واحدة من الخلف بدون اندفاع للأمام، التوقيت المثالي يأتي التدخل. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة، بيعدي وبيمر بالكرة في المرمى، يتصدى حارس المرمى، يتجاوز الدفاع وينطلق ويتقدم بدون رقابة، ضغط ناجح في الأمام، التغطية الدفاعية كانت سيئة،
كان في محاولة للمرور مرة أخرى، لكن ليس في كل مرة. أرضية في المكان الخالي. نهاية شوط المباراة الأول في ملعب الستانفورد بريدج. أداء لم يكن فيه شيء مميز في الشوط الأول من جانب رحيم ستيرلينج. شوط أول في أداء متواضع الحقيقة، بدون بصمة حقيقية على أداء الفريق. غياب التأثير سيكون له مردود سلبي. الآن في الاستراحة، مهم جدا تجاوز هذا الأمر وتقديم مستوى مختلف في الشوط الثاني. نعود لملعب ستانفورد بريدج وبداية الشوط الثاني. هجوم من جانب ساكا والكل يترقب ماذا سيحدث، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. رحيم ستيرلينج، تبريرة يضرب فيها ظهر المدافعين. لاعب يقطع التبريرة قبل ما تشكل خطورة. رحيم ستيرلينج، جورجينيو، الكرة بتروح إلى ماونت. أول أهداف المباراة يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور تغيرت. نقطة تحول بعد هذا الهدف الآن. والآن نتابع إعادة الهدف ونشاهد كيفية التمركز في المكان السليم أمام المرمى، وهو المفتاح هنا. أكيد من هذه المسافة ستكون الكرة في الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. جرانيك تشاكا قطع الكرة قبل أن تزداد الخطورة. جورجينيو، يستغل المساحة الموجودة على طرف الملعب. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. كانتي، نصف ساعة تسلل على صافرة نهاية المباراة. تشيلسي يفقد الكرة هنا. جورجينيو، هجوم من تشيلسي. غولو كانتي، شوف التمريرة، واضح غياب التركيز وشايف هنا انقطاع الكرة. أرسنال يستغل المساحات على الطرف. جابرييل جيسوس، تياغو سيلفا يبعد الكرة العرضية. فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن بتضيع. توماس بارتي، ملعوبة إلى ستيرلينج. تقطع تمريرة رحيم ستيرلينج. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. ناحية ساكا والتسديدة والكرة
الكرة تصل إلى الحارس. والآن التبديل في صفوف فريق أرسنال. بلعبة قصيرة لزميلة. كانت يتدخل أبعدها في هذه اللحظات. والضغط العالي يستمر واستخلاص لهذه الكرة الآن. الحلول أمامه في الهجوم. أوديغارد. رحيم ستيرلينغ. هافيرت. عرضية باتجاه ماونت. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. رحيم ستيرلينغ. أوباميانغ. تألق كبير من حارس المرمى في اللقطة الماضية. يبقي على الحظوظ، يبقي على الأمان، ينقذ مرمى من هدف محقق. تشيلسي يسعى للاستفادة من دكة الاحتياط. جورجينيو coming onto the pitch. Number 8 Mateo Kovacic. ركنية تنفذ في منتصف 18. كرة ما شكلت أي خطورة على حارس المرمى. تضيع من الفريق. خمس دقائق أمام الفريق الخاسر للعودة في النتيجة وتسجيل التعادل قبل صفرة النهاية. البحث عن كرة مرتدة. الأفضلية موجودة في الكرات المرتدة. توماس بارتي. تيرني لديه الكرة. يا السلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهاذيب، إلى التشجيع. شب يعدي وبيمر بالكرة وحارس المرمى يتصدى. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. تمريرات عديدة في وسط ملعب الفريق المتقدم في النتيجة. واضح محاولات لإنهاء المباراة بهذه النتيجة. كوفاتيتش. وصلنا لنهاية اللقاء مشاهدينا، والنتيجة النهائية فوز تشيلسي وتحقيقه للنقاط الكاملة. الفوز بفارق هدف مثل الفوز بنتيجة عريضة. اليوم كان فوز صعب، لكن في النهاية هذا لا ينتقص منهم أو من نقاطهم في شيء بالتأكيد. لنتحدث عن مستوى اللاعب ميسون ماونت الرائع في أرضية الملعب اليوم. الظهور الحاسم يطغى على كل شيء في الملعب. التأثير الكبير في تسجيل هدف الفوز يجعل الأداء مميزاً ويمنح الفريق انتصاراً في مباراة اليوم.